سؤال حلو. هاي الفترة يفتر براسي ماكل قلبي أكل هذا السؤال، ليش ما تشتري سيارة؟ ليش ما أشتري سيارة؟ مع العلم بهذا الوقت هسه اللي جاي عيشه أنا محتاج سيارة بشكل مو طبيعي. بس قبل سنة كنت أقدر أشتريها، بس شفت إنه سيارة مو أهم، يعني سيارة مو مهمة بقد ما مهم البيت، بقد ما مهم راحة أطفالي، مستقبلي، مستقبل أطفالي. فذبيت كل حيلي، انطلبت هواي في سبيل أعيش أطفالي بيت وبنفس الوقت أنا أرتاح. فبالوقت هذا الحالي ما أقدر، لأن بعدني مطلوب على البيت، بعدني ما مرتاح من شغل البيت، ما مرتاح من يعني ما موفي الدين اللي عليه، موفيت هواي بس إن شاء الله بقى القليل. فليش ما أشتري سيارة؟ ما عندي فلوس، بس إن شاء الله من أكمل الأقساط اللي عليه مال البيت مباشرة أشتريها. شلون أشتريها؟ أشتريها لو أسحب لي سلفة من الدولة، لو أسوي لي سلفة ويا أصدقائي بالسوق، لو أشوف لي طريقة، المهم أشتري سيارة بأي طريقة لأن محتاجها بشكل مو طبيعي. صانع المحتوى ضروري إلى سيارة. أكثر سؤال سألته من دخلت 10 مليون على اليوتيوب لحد الآن، وهسه احنا حاليا 11 مليون على اليوتيوب، وبعدني جاي أسأل هذا السؤال. ومع العلم أنا من دخلت 10 مليون وضحت، قلت إنه يابا راح تتأخر هدية ال 10 مليون، بس إن شاء الله الفيديو اللي جاي هو هدية ال 10 مليون مشترك. ترقبوا. اجت الكهرباء هاي بشهادة، يلا خلي تستاهل. شوفي احنا أنا ومجمان الصراحة لا ما تزوجنا عن حب، كل اثنين يردون يرتبطون، أول شيء يحبون بعض ويتعرفون على بعض، بعدين ينخطبون، بعدين يتزوجون. أنا أم جمالة لا، سوينا العكس، أول شيء انخطبنا، واحد ما يعرف الثاني مباشرة انخطبنا، ورا تقريبا 3 أسابيع تزوجنا. بعد الزواج بدت علاقة الحب إلى هاي اللحظة، والله يحفظ ليها ويحفظنا إلها ويحفظ كل الاثنين متزوجين ويدوم عليهم المحبة والسعادة. يا أجمل اثنين بالدنيا. أنا أتمنى منك إنه تدعي لي إنه الله يوفقنا، وهاي السنة أروح أخدم زوار الحسين، بس هاي السنة يعني 70% ما راح أقدر أروح. ليش؟ عام بالمناسبة شباب، تحضيرات الموكب اليوم بلشنا بيها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدينا نرتب ونحضر غراض الموكب، بس هاي السنة أنا 70% ما راح أقدر أروح. ليش؟ لأن قبل كنت ويا أهلي عايش، وزوجتي عفو يم أهلي، وأطفالي عفو يم أهلي. هسه الوضع تغير، هسه بيتي بوحدي، ممتلكاتي البيتي يبقى فارغ، ما أقدر أودي زوجتي الأهلة وعوف البيت فارغ، ولا أقدر أعوف زوجتي بوحدها، ولا عندي أحد يبقى يم زوجتي. فالوضع ما يسمح لي او ما اقدر اروح، بس ان شاء الله ان شاء الله انه اقدر القى شخص يبقى هنا بمكاني وانا اروح. بس اسالكم الدعاء انه الله يتقبل، انه الله يعطينا الفرصه ونخدم زوار الحسين هاي السنه، بس 70% ما راح اقدر اروح. هاي الفكره هواي اقترحوها علي، اشتغلت شغلت البازمه. هاي الفكره هواي اقترحوها علي من ضمنهم حيدر شاسب واصدقاء المقربين وهواي من اقاربي وهواي من المتابعين بالتعليقات، انه ليش ما فلشته وبنيته من جديد. ومع العلم يعني كنت اتمنى ابني افلشه من القاع وابني الخريطه اللي اريدها انا والتصميم اللي اريده انا، بس لو مفلشه من القاع كان انطلبت اضعاف الرقم اللي انطلبته، يمكن 4 مرات 5 مرات. ففكرت قلت العافيه بالتداريج، شويه شويه انا راح انطلب، فما اريد انطلب اكثر من اللازم وابقى طول عمري اوفي بالدين اللي طلبته. يعني صح انا راح من اكمل ارتاح، بس راح ابقى مهموم بالطلب مثل هسام اللي لحد الان بعد ما ممكن، يعني الحمد لله وشكر باقي لي شيء قليل، بس لو فلشه من القاع لا جاه هسه باقي لي اضعاف. انا ابتهمت الفكره، يمكن في راد لهواي الشغل مال بيت دام من القاع، يراد يكون عندك كوم فلوس. السؤال اللي اول فيديو نشرناه على اليوتيوب انسألت هذا السؤال، ولحد الان احنا 11 مليون مشترك على اليوتيوب وبعدني انسأل هذا السؤال. ومع العلم طلعت هواي وحكيت ووضحت وليش وكذا وليش ما اقول وليش ما اريد اقول وليش ما اسمهم هيك، بس بعد لحد الان اكو تعليقات وراح انسأل بعد تعليقات وكل فترة اطلع وضع. ليش ما اقولهم او ليش ما اقول لكم شنو انه هم اسمهم الحقيقية؟ لان انت اليوم كم متابع او كم متلقي او كم مستمع ما راح يفيدك بشيء، لا راح يفيدك ولا راح يضرك ولا راح ينفعك. اليوم هسه مثلا قلت لك يا فلان ترى اساميهم كذا وكذا، انت من تروح تصيح لهم بهاي الاسماء هم ما راح يفهمونك لان متعلمين على دانيال يمان. انت من تسال ليش ما تقول، ماكو سبب ليش ما اقول، لان هم من صاروا من طفولتهم احنا لقبناهم بهاي الاسماء، مع العلم هم بالجنسيه يختلفون بس احنا هي مشت عليهم بهاي الاسماء، تمام؟ فما اريد اقول اسمهم وواحد يصيح لهم فلان وواحد يصيح لهم فلان وواحد يصيح لهم كذا، هي هاي بعد اساميهم مشوا عليهم بس بالجنسيه.
قسما بذات الله اكبر انجاز حققته بحياتي هو هذا الانجاز. ايش قد عندنا تقريبا اذا اجمع مشتركين قنواتنا يعني تقريبا 16 مليون مشترك، بس مو بعظمه هذا الانجاز. مشاهداتنا تقريبا 6 مليار على كل القنوات، مو بعظمه هذا الانجاز. لايكاتنا تقريبا 200 مليون لايك، مو بعظمه هذا الانجاز. هذا الانجاز يحسسك او يعطيك شعور انه انت جاي تمشي بالطريق الصحيح، انت جاي عائله كامله مشغله الفيديو مالتك وصوتك موجود بنص البيت، يعني معناته انه انت العائله هاي كلها ثاقه بيك، ثاقه اذا من يطلعون الفيديو مالتك، ثاقين مأمنين على اطفالهم على العائله الموجوده انه هذا الشخص ما يسوي شيء مو زين، متاكدين انه ما راح يطلع لهم شيء زين. هذا انجاز بالنسبه لي، والحمد لله والشكر على هاي النعمه. اكو هاي اكو هواي ناس محرومه من هذا الشيء، مو محرومه انما يخافون يطلعون. انا واحد من الناس، اكو مشاهير اخاف اطلع، ليش؟ يعني زوجتي موجوده، اطفالي موجودين، اخاف يطلعون محشايه، اخاف يطلعون بنيه. فالحمد لله والشكر على هذا الانجاز العظيم، قسما بالله انجاز عظيم. ابو هاي الفقره هذا السؤال هواي سالته، وخصوصا من البنات. احد هسه احد الاخوات تقول انت وانا زوجتك انه تطلع بالسوشيال ميديا لو هي ما تريد تطلع. شوفي، فضل الله سبحانه وتعالى انه زوجتي صايمه مصليه وقايمه بواجبها وياي وزياده، فهذا الموضوع ما متقبلته ولا تريده، لان ما دام شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ما توصل له. فلا لا يعني مسولفين بهذا الموضوع انه يعني جايبين طاريه ذاتي، لا لا اصلا ما جايبين طاريه نهائيا ولا مسولفين به. اما من ناحيتي انا ما نحي، لو ما نحي اكيد انا الشيء اللي يغضب الله سبحانه وتعالى اكيد ما اقبل به، مستحيل اقبل به، لا انا اقبل به ولا عشيرتي تقبل به ولا اهلها يقبلون به ولا اخوانها يقبلون به ولا هي تقبل به، مستحيل تقبل به. بس اما اذا شيء يرضى الله سبحانه وتعالى اكيد ما عندي اي مشكله. بس الله سبحانه وتعالى فرض الستر على المراه، وفرض الحجاب، وفرض طاعه الزوج، وفرض طاعه يعني ما قالها يابا اطلعي وبالسوشيال ميديا، لا هذا ما موجود باسلامنا نهائيا. هذا سؤال من زوجتي. قسما بالله اكثر اثنين بالعراق يمكن 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 انا وزوجتي اكثر اثنين نتعارك. تخيلوا شباب، اذا اليوم الاول ما متعاركين ف يعني اكو شيء غريب، ثاني يوم عدت بدون مشكلة وبدون عرك اكو شيء غريب، ثالث يوم اذا ما هي تجي تتعارك وياي انا اروح اتعارك وياها، اذا ما هي تذبلها شاي انا اذبلها شاي، اذا هي ساكتة انا اجي اسوي مشاكل، اذا انا ساكت هي تجي اسوي مشاكل. وحياتنا من تزوجنا لهذا اليوم على هاي الرنة، يوم مو يوم يلا بين يوم ويوم مشكلة، ثالث يوم مشكلة، يعني اسبوع يعدي بدون مشاكل، انجاز عظيم. والحمد لله والشكر انه تعودنا على هذا الشيء، وصارت المشاكل صارت شلون الشغل روتين يومي، يعني صارت عندنا الموضوع طبيعي، يعني تعاركنا ورا نص ساعه مصالحين وكل شيء ما عندنا. فاكثر اثنين بالدنيا يصير لهم مشاكل بحياتهم الزوجية انا زوجتي. ماسقه هاي هي هاي المشكله، سبب مقنع ماكو. يعني هسه هذا جاي ناكل بيض سلق، دائما انا في باللي بيض سلق، البيضه زيت ماسقه، صارت مشكله. من سبب المشكله؟ انا سبب المشكله. فأت حتى تكون صادق امام الله وامامكم، اغلب المشاكل مو اذا مو كلها دائما اكون انا السبب، يعني اعصب على اي شيء، الشاقه شقه ثقيل، يعني انا سبب المشاكل. وبالتالي يعني الحمد لله وشكر ان صارنا تقريبا 11 سنوات متزوجين، يعني يمكن مره لو مرتين راحت لها زعلانه، اما باقي المشاكل كلها ورا نص ساعه تنحل. اقوى مشكله عندنا تنحل بعصير باثنين بربع. قلت هاي صارنا 4 سنوات متزوجين، ولك انت صار عمرك 4 سنوات بنيتي، فمشاكلنا صارت جزء من حياتنا، جزء من روتيننا اليومي. بعض الناس يجوز مشاكل متأدي الى هواي شغلات، لا احنا الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، يعني شقه. واكيد ما انسى يعني رغم كل هاي المشاكل ورغم كل هذا اللي جاي يصير بيناتنا، صارنا تقريبا في حدود 11 سنه، كل من محترم نفسه وكل من مقدر الثاني، وبتوقع تعال بس يا ما اقدر اقصر بيدي، وكل من منطق قدر الثاني، وما يوم انه وصلت المرحله بينا نتجاوز تجاوز خارج عن المألوف او شقه او مشكله خارجه عن المألوف او نوصلها لاهلنا، لا مستحيل، او مثلا يعني اقلل من قيمتها او تقلل من قيمتي، مستحيل، يعني ما اتذكر وصلت لهي المرحله فضل الله سبحانه وتعالى. قلت لكم يعني مثل اي اثنين يصير بيناتهم مشكله، بس احنا مشاكلنا المشكله هواي، يعني هاي مو قد ايش حاطينها مليح، ليش ما حاطه مليح، هي تقول انا حاطه، وقلت لك تعال ذوقيها ما ابي، مشكله صارت مشكله، يعني مشاكلنا.